يدك يسمح اخوك راجع بيك مني. عيد هيا امشي يخدموا جمك الحجر انت وياه تاكل كله ينضاف ها؟ استوي 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 هذيك البلاصة غرب لك الرمل انت يعني غرب هيا امشي امشي يخدم هيا هلا بخالي وين يخدمك؟ ايه كيف فلوس الخدمة صار؟ خويني خدمة جمعة؟ ايه يوسف وشي وين الخدمة؟ يا انا نخدمه خالي اش تخدم؟ قلت وين الشناش وين العرس وين؟ يلزمنا ننظفوا ذا كله يلزم يحضروا لي بلاك على طاقة يا عباس ما فماش سلعة والسلعة ناقصة عدمع انت اسكت وشي اللي وشي تحبه عليه وشي اللي تحبه؟ خالي انا قاعدين نخدم على قاعده ونقصين سلعه خالي انا سلعه انا سلعه يا ولدي خذي سلعه وين مصبها السلعه قل لي وين مصبها وين وريني وين مصبها السلعه وي وي وين مصبها السلعه انا استناو في كاميون اسمع انا الكاميون تاعك استناو في كاميون يا خالي ايش فيك ادو بالله مستر رزين الله عليك اخدم مغادي ندور شوين بقيت خدم اه مي اخي وين يخدم انت ايش تعمل ايش جيت انت فين انا شايف نتاع المرم شاف المرم نحيلو ثلاث ايام هذاك يا عباس شكري مشى على روحه وما نعرفوش وين يلا لا يرد انت مش يهمك فيا عبد الله عارف نقصين خدامه سي عباس انا خدامه يا ولدي اللي خرج ما عادش يرجع على هي كيكه ضارب البوابه فهمت ولا ولدك وين صباح راقد راقد هاني ما بلا عسى في الخدمه يخدم في الليل يخدم في الليل هاي والكلب وينو عرفت الكلب ما ثمش سي عباس
الكلب كمل قبل جرنات. عبد الله انت كمل الكنز وما عادش نحب نشوفك هنا خلاص. لا لا اختار عاد خليها عبد الله خليه رايد. ها 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 الوحيد اللي فيه ناس مي بيدرو كلها تختم. نا بيدرو سعد ربي عينك بيدرو. عشك يا خالي باش لي خالك يا خالي شو لازمنا فلوس راه باش كملوا الخدمه راه ناقصين سلعه. اي يا سي عباس صحيت سي عباس هاي اعطينا مالها سي عباس زيدنا فلوس يا سي عباس. حتى عبد الله حار في بيدون. بابا 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 من بابا عبد الله عبد الله يا يوسف بابا. يا اسم وش فات لك بابا يا كنتور يا شنو الراشد وشي عبد الله عبد الله عبد الله جو عبد الله. منصور وقتاش ترجع الانترنت ما لقيت فيش نتفرج بتعرفش ركوش ماشي وتبرك بالسرقه والنهبه هم سرقوا هم نهبوا هم عملوا عارفك منيش عادت له جنب سيدي ناري راجل باهي ونظيف كلام شويه ساعه مني حاسه فما حاجه هاو ماشي هاو جاي هاو دخل هاو خرج ما تلات تفهم وين مشي لوين جاي سيدي ناري راجل باهي ونظيف افهم مرة فاتت جاي راجل فكلوا ورده وباعوا هيلو وهو ما في بالوش سيدي ناري اي راجل باهي ونظيف سيدي ناري حتى انا مع شكون نحكي حتى انت نظيف وتفهم في النظافه اخدم 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 على روحك ني الغلطه اللي نحكي معاك سيدي ناري هذوما التعريف بالامضه ونسخ مطابقه للاصل ماكش قاعده تسقي فيها جنينه نجم جنينه واش أربع محابس رديتهم جنينة ولا تندخل فيهم ساقي توني حسبكم عباد وعمليكم جنينة وانتم مهملينها جيب جنين ماكش متعورد انت نجم انت كي حطيتيك محبس كيما هدايا في بيروك راكي كليتيه نية جاية نخدم في مصلحة المواطنين ما نفهمش في الفلاح هاي قد لي الأوراق حطي فوق البيرو ما جاش عباس اليوم للبلدية؟ لا لا ما جاش خلالي شيء خلاليش قضية خلاليش حاجة لا لا ما خلالك شيء علاش انت موصي على حاجة؟ وانت شو مدخلك انا شو؟ سألتك جاوبي والنبي سلمنا لا ما جاش عباس هذاك هو هاهي صحاح لي وين ماشي؟ هاك الطابة فوق البيرو وزقها جنينة توا نرفسها بساكي سيدي ناري راجل باهي ونظيف اش بيه بالقاسم كلا فيه تور مغادي ابعد تور مغادي تور انا شاب بوس تو داخ وحده راه يمكن تحلو السكر لاباس لاباس عبد الله ما تقلقش لاباس يسير شمن لاباس شمن لاباس هانو على الدخ زلنا ما عملنا شيء نجي قدامها ونغص نبلع لساني نبكش شكون مش تحكي شام شابة تحبة
نبي نحكي معها مك بيدرو. عيب عليك منها يا انتي بنت عباس تلقاها قلبها ميت كيف بوها. بنت خالك هي؟ بنت خالي. احكي لي معها. سيبي ودي احكي لها عليها مانيش خارط عليها. برا احكي وزدم ديريك يا تختفي ما تختفش. الخطره الجايه باش نصد. ها صحيت هكاك ارمي روحك هيك ما تختفش. شوف غيرها توك توك هي شام ما فهمش اختها في البلاد. انت يوسف يظهر فيك ما تفهمش في الحب. انا راني راجع للمرم شوف عبد الله يستحق حاجه خذ له دواه كان هك باهي باهي. عندك سواريد خذ من عندك تور رجالك. سي الشريف هنا؟ اي هاك في بيرو. عسلامة سي الشريف. يا سلام. جيناك على بطاقة التعريف نتاعنا. بعثناها للوزارة، والتو لا جاوبونا، تو كي تحمل، نعيط لكم. يكلموها الوزارة شفاوي وسط، نقعدوا هكا احنا من غير بطاقة التعريف. بالله. ما عندي ما نصنع تحبيني نكلم الوزارة على كلمة متبرع؟ تو أنا خذيت بخاطركم وبعثت، رغم اللي كلمة متبرع. أنا أول مرة نخدمها. مالا دبارة؟ تو ثم واحد على صغر سنة يبيع قطايع هكاكا. زيد مشني مقتنعة. مش مقتنعة؟ على خاطر متبرع هي عندك الحق اش عندها يعمل متبرع اخرته يمنع روح ولا زوز ولا واحد تكتب له عمر جديد حكايه فارغه مش مهم اما هذا حقنا راه الاعضاء اعضائنا والبطاقه بطاقتنا واحنا حراش نحطوا فيه متبرعه متشلكه متشرده امورنا كسرتوا لي راسي نتوما زوز يا ناس يا ناس خرجهم علي هي نعرفوا نخرجوا وحدنا من غير ما تعيطنا الناس يزيوا من العيال ما قالكم توكي تحذن عايطولكم هو اللي عايط مش احنا توكي تحذن عايطلكم انا باهي ها هو المنطق ها شوف ما سمحك قداش اسيي سكر قسم بلاي شيء شهيد كل يوم ترجع للمركز باهي باهي توكي تحذن عايطلكم كيفاش تستنى هي بعد من الباب خلينا نمشوا سلام ما تعدينيش سي شريف سمعت لي الامور باش تتبدل لازمنا نحضروا روحنا باش يسربسوها ويسكروا اللعبه على الناس الكل اي سمعت بهم لما ذاك على الكيس الكبير مش داخلين الرقوش ان شاء الله يجيو خلي تاكل بعض علاش تاكل بعض الامور الكل تحت السيطره في رقوش وين تحت السيطره سي شريف ماك تشوف فيها خايده خايده وين ترى فيها خايده رقوش يا رئيس هذا شنو فهمنا بس شريف سمعت شي حاجه على التحويرات الجديده باش تشملني ولا يا ولدي التحويرات مش باش تشمل رقوش يا ناصر ولدي كيما انا خذيت علي قبلي انت باش تاخذ علي عديت انت قبل اي عديت دكتور مشيت للمستوصف بعثوني للسبيطار طب الاختصاص كهو اي يعطوني شوية دواء تهو عطوكش تقرير رابور ميديكال تقرير عطوك اي ني عندي التقرير اجي راك مشيت انت موفي مشيت مشيت دكتور ما تحكيش على مرتي قدام الصبي عاش ولدي يخرج توا عمك بالقاسم يشري لك حاجه اخرج لا لا انا نعرف مرض بابا ونعطي فيه في دويات ان شاء الله تنجمي تداويه دكتور عندك برشا تستنى اي دكتور عندي سنين وشكون بيجي يبجلو عبد الله البناي على الاخرين هاني نستنى والفرج على ربي اما سي سيريو يا عبد الله سي سيريو ساعة الخدمة ما عادش كان عطى ربي راك راقد في الفرش مش تضرب في البغلي
تلهي بابايك عايش ولدي ياخذ دواه وهنيني عليه. سي سيريو يا عبد الله، سي سيريو، قلبك تعب، قلبك تعب، ينجم يعمل رولاشمون قلبك، بطل الخدمه. سي سيريو يا عبد الله. عبد الله لازمك ترتاح. اسمع كلام الدكتور. شنو هي دكتور بطل الخدمه؟ شنو هي بطل المرمى؟ هناك ما نخدمش، شكون باش يوكل الصبي؟ شكون باش يصرف علينا؟ كان بطل الخدمه والشوانت نموت بالشر. لا ميت ميت. نموت وانا واقف في المرمى في الشانتي ولا نمد يدي للطلب. تسمعي فيا؟ بيدرو بيدرو، حكايه قلبي تموت لهنا في المستوصف. ما نحب حتى حد يسمع بها في المرمى. وخاصة سي يوسف. بارك الله فيك يا دكتور. هناك دخلت المستوصف شميت السبيريت وتنعوجت وهاني راجع للمرمى. هاو عبد الله تحمس وليتك. يا قلت لك الخدمة ليه تحمس وليتك عبد الله. بلقيس. أنا اسمي بيدرو. تحملوا مسؤوليتكم يا بلقيس. راجل تعب مريض بالقلب. نجم يموت لكم، تصير كارثة تحملوا مسؤوليتكم في المرمى. أنا قال ما تقولش ما تقولش، عندي سر مهني، مش باش نقول. أما أنت تصرف يا بلقيس. حتى أنا قلبي يوجع. إتهنى. إتهنى أنا راني موجود. وتستحقني في أي حاجة دكتورة. حاجتني. دكتورة. أنا. أشني هي؟ دكتورة. هاني جاي. نجيب قهوة ونجي. تو نجيب هيك تنجيب. قاعد عباس رجل كبير راك. كبير. والله رجل كبير. بيك المغد. شنو يا عباس؟ شيء. هاكا مستسين نخدموا نحنا؟ كبير. المرأة ما دمرجت وأنا ما نبني شيء؟ بشوي. بشوي تو يوصلك كل شيء. في ممل في انسيك. لا يا عباس واضح واضح، تعرفني يا عباس وتعرف سيستمي. انا في الخلاص دمه على خده. اي ليه ليه يا عباس؟ أي. واضح ديما 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 تعرفني وتعرف سيستمي يا عباس وخي. جو مونج تي مونج، انا كيما ناكلش نخلي حد ياكل. واني ماشي طول المرمى وباش نخدم خدمتي بالقانون. وعارفك هذاك قول ليه الديناري ما يصبرش على رزقه. واضح يا عباس؟ يبلغ. اي صباح الخير سي الناصر. اهلا صباح الخير. الله يعينك. لاباس؟ لا لاباس، يسر عليك الخير. عايش. انستك بسي عباس. عايشك. عايشك. بالسلامة الديناري. تعمل نفة؟ ننفش. ربحت. انت وليد قد قد تعيش في رقوش، تعيش فيها عيشة فل. انكل استنين. نحن جينا عارفك هنا يا ولد. داخل مشاكل على الحدود مسربسينا وماناش عارفين شكون. لا يا محسن ما عنديش فكره، ما نعرفهمش. انا خارج رقوش ما عندي حتى نفوذ. صحيح. والتعيين جديد في بالك بيه ولا؟
في بالو مش تونا رئيس مركز ولا انت ناتج في بالو شير في بالو بشي على كل حق مستحق سميد تكفي الحمد لله ما تعجبك شوي بركدان محسن سمعت شي حاجه على زمقل ما عندكش اخباره ولا يمقل مشى لامريكي قال لك مرت ولدت فما ناس خرين يقولوا لي عنده شيكات هارب المدينة غادي فهمت شنو وقتاش جا وقتاش عمل شيكات الدوخ كان سمعت حاجة بلغ هاي ميم توري مشوية عليه حلوة الحجامة الناصر تاع رئيس مركز حتى انا اللي نستنى فيه نهارك والله نحبك الناصر نحبك الايام الطيبة الناصر هاي بري عباس نشرب قال لك ما في باله بشيء ايوين انس الغوال بشي سيدي هذه اجواء المرمى بتاعنا وهاوكا باباي يغرب المصباح وهذوما الفرقه بتاعنا ديما مزاهين الدنيا هذا يا سيدي فرحان هاوين هو اخوه يازم الغناء يازي خلقت يازي سيد ديناري هكاك زريبة مفرطة بابا رمل على الكياس والشرشور والياجور وعمل لي برج مراقب من غادي الفوق هاي اخوي سل على الكل تيل سل على الكل وراء الكياس ها هاي الرشمة ذي ها هاي الرشمة احسب 10 متر التالي يحط لي السل على الغادي سيد ديناري هذا كياس وينو كياس اظن على اخر ليه باش نعملو كياس باش نفرشو توروت سالي انت سل على الكل تيل ولا تقوم هز الكل باي. يا مر يا فرحات يجيو هزوا السلعه من الكياس هاي ما كان يا خويا سي يوسف شبيك جبت علينا المهره عند الحق يا سي يوسف عمره فرحات عمره فرحات برا جيب برا هز برا جيب برا هز الاولاد تعبوا شويه برشا برشا تعبنا مش شويه برشا هذانا تصد بالهم في السنساس ولا هكاك بالي الصبان هذيك عند الورل انا خدام كيما الخدام راهي صبه موجوده في رقوش هو مش بتاع سنة اساس والصبابة ولو بنديه بتبيعتهم انا مش نشوفه انا مش هاي نهاركم زين هاي لموا علي السلعه اخوي هاي السلعه الكل الداخل تويك ايوا وشن هذوم الفرقه شدانو عندك يا يوسف يبنوا ليك في السلم الموسيقي قلنا هكا جوان دغلوتيل على غيابل واشي فردوا على الخدامة يعني ايش انت يا ضايا صغير ما عندوش لا مرة يوسف تخدم في الشناتة معاك هاوك ابوه يا ابوه جبته معايا ما نجمش اخليه وحده في الحوش يتيم لم غدوة راح ليا لبلدية عملية ترخيص ابوي ها ما كانش تروح انت وياه ترخيص ابوي شنية شنية ترخيص ابوي كلمه سي يوسف هاي يا اخوي كل شيء بالقانون هاي سلعه الكل داخل يلا في بالي الامور واضحه انا اموري انا مش واضحه قاعد تبني في البازات يا يوسف ان شاء الله حديد بسته ولا حديد بثناش بسته عارفوا نخدم ورا وراي مدرسه ذي راي حاجه باهيه والله مش كي تبدو تبنوا في جامع انا مع القانون ما نعرف حد يا يوسف راني ماشي وجاي نلقى السلعه مفرته لبرا نحجزها لك هي والماتريال فهمنا وخالك قول لي الدينار يقد مره من هناك
ونحن فاعلون. اغزروا العرفي، اغزروا 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 عرفي كيفاش مكبوس. اغزروا 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 احليلي ذي مازال واحد يطيح لي قدري انا هنا في الشاطية ذا. شدوا خدمتكم معايا. هاي فاش تطل نوف 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 سايب الفلوس ماشي معاك اللي الحمد لله 300 اش عندك ما تحسب اجري قد نحط لك من دار هما اللي قاعدوا 200 حلي زوز ديار قص قص لك باش نسرق لك قص ركح يديك الروله تجيب الفوله طيش كوراج سيدي بورقوز نوفي نوفي اخر نوفي اخر ما تربحش ما تربحش ما تربحش نوفي اخر نوفي اخر نوفي اخرى نوفي اخرى نوفي اخرى هات التي اي عكساتك خلاص اليوم باهي خليك هكا ركح هكا يا سيدي بورقوش مبروك وينك مبروك ارحي صدرك هكاك بالدخان نحي يدك ههجع ينحي يدك هركع 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 باخذ غازوز باخذ غازوز هاو مليون مليون نقرا واحد ماشي ماشي معاك اليوم مانيش باش نلعب معاك في المليون حط مليون انا كرابح برا رابح نلحيك مليون اخر كانك راجل العب كاني راجل اجي المليون حط فم سيب جاكارت شدك رفضة تاع المروب رفضة العظام اي رفضة العظام نجري انا ولا انت اجري سيب الكارتة سيب الكارتة تي سيب نوفي يا سيدي بورقوش علم هاي 20,000 زي خذ بنروح واحد خذ بنروح من اللي طلتنا خاسر كنت رابح بنروح الشاهد اختار ولا بجي الكار نحرق لك احلي لي ملك كف عطاول ايش ايش لبلت هاي حتى كم ما حبيتش تخدم ايش هلا طلب على الموتور صلي على النبي صلى الله عليه وسلم دي زينة هذه زينة لورا لك ماك تعرف اني ما نلعبش العبارج نتاعك يا لا 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 الذي يهديك روح توشية توشية لورا لا نح علينا نح علينا اخوي خليني نكمل الكات يا يوم خليني خليني ما نعرفش نغني لك نح علي نح علي خليني نتاع الليل بالله بالله هذيك اي ما يسالش نغني نحي نحي علي نحي يهديك نحي نحي قول لهم على شيء باهي هم يلقوا في البرج تو يشعلوا الكوانين تعود وجاي المشفيش غني لي الغنيه باهي نح علي العير نح علي الخفيش تاعك ونغني انت سي قاعده ما سبت هذه شنو ولا تخلي واحد يروح في المرام يا قاعده جاي باج كلب تاكي امشي هيا امشي عاد تفضل شيء ذي قال لي ذهب ذهب ولقيته
أنا نخدم في المرمى بين المدرسة. لقيتها في المدرسة نتاعنا؟ إي. ما شافك حد؟ لا لا شافني حد. هاي بيه. لا لا سي لورال هكا توا وجهك خير بالفلوس. إي عاد خذ يزي بلا دربشة. فلوس خير من وجهك. شفت وش قلت لك؟ قلت لك راهي تراب المدرسة مبروك وحار. ها؟ هذيك تراب سيدي بوراقوج. يعطينا ببركته ها نعطيها لك من عند ربي معتها على خاطر قلبك الباهي تبني في مدرسة لك الذري هذيك أجر عند ربي ومنفعة تنزل مرأة لا 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 هذي هديها لك ربي سبحانه تعطيهاش حتى الواحد خملها هذيك خملها غني لنا الغنية بتاع الليل خليني والله تعب باهي 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 نحي العقرب تو نغني نحي باهي نحو علي انت من غادي وشي اللي تعملوا فيه تبعوني الاولاد يا دعاس الليل برا برا لو برا برا سايس روحك لا تريح وتهيل الجرة يا دعاس الليل هيا نطيروا هيا نطيروا هيا نطيروا هيا نطيروا فوق فيقة هيا نطيروا فوق فريقة وازرعني في طريق الدفلة وكتشم من سيمك تحمار وتنور عخدود الطفلة انا عشق من روم الزين زين على كبري في غفلة وهنا استقسي تابع عيون وطار طار اطار ما خلي جرة دعاس الليل برا برا, برا 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 سايس روحك تريح وتغيب الشرة أدعس الليل برا برا وبرا برا سايس روحك تريح وتغيب الشرة هوبا 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 هيا هيا العيبك يا فهم هيا غني معي ولا تونس أدعس الليل برا 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 سروحك لا تريح وتغيب الشرة تغيب الشرة صحيح هذه لبسة لبستها في رقوش كان جات على لبسها وينك تعمل اكثر منها كيكه تكلم وتلاف حوايج لا ما تسكتش تكلم ترى صباح الخير روز صباح الخير منوبي اش قلت لا لا شيء 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 كفر نعاونك لا لا عايش منك برا برا نمشي يجي ونقصك زوز كيلو اللي مازالوا عندك شيء لو كان واحد يبربشكم لما يخرج منكم الدود سايبوا المرأة وتلاقوا فيه ولا واحد يكفروه الصباح عطيني شاشة بطاطا يحطي عندي الغولة الماكلة لا 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 زيت زيت حطي ثلاثة كيلو هاي جت هاي جت السلعة هيا 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 سلعة بريمة سيبيكا وشي ضاع يوسف يوسف وشي ضاع اللي تعمل فيه كروكية ذي تاع البلون اللي باش ندنوا بيه المدرسة والله عجبتني كيفاش من الخطوط الدنيا حيوط وعجبتني ثانية كيفاش تخطط حلمتك على ورقة نال موزيكا مش نقارية والنوتة ما نكتبهاش لأنك أنت يوسف كيسي بيمول تضرب في قلبي نحسها تخرج في صوابعي طول رقاكشة كلها ذوب
انا بدي هاني ضبط. ايوه صح عليك فنان سنياي، مهمشتني راك. انت ماك مهندس يا يوسف، انت ثاني فنان. قديش من فنهم؟ سبعة ثمانية؟ سبعة. انت الفن نمره سبعة. السينما سبعة. ملا الفن نمره أربعة. المسرح هذاك دي الفن نمره واحد فيهم يا يوسف. وكنت حس بي وتدخل في جواجي وتعرفني بالكتاب. انت تعرف اللي نام من شنو؟ انا بيك منتصر صفاء اخويا. انا نحب نقول لها نحبك. اسمعني اسمعني منتصر. هشام اسمعني، عندك شي بلان؟ هذا هشام راك بعيد علي. ما ادري حاجه تخدم تقبل الحاجه حبيبه وبنت عباس وجابك لي البايه بعث لي. ميرسي عايش خويا ميرسي. كنت حس بيا وتدخل في جواجي. زين والله ما يندب لك كان ظفرك. انا راني نحبكم نحبكم حنان نحبكم. يا شام يا شام يا زينه بلا بكاء ياس الشعريه بالقاس كثر تل هاك الازهر نامشني بالقاس. الف مره اقولها لك نا بيدرو اشتي بالبرش. ما بالبرش هس بالبرش بوحده بالوحده تلم بالله. الله يعينكم انسه. الله يهنيك. مش انت اللي كشيت على ديناري في الكرنفال؟ عندك مشكله معاها؟ هاي نهي ها تحبي تجي حدايا؟ وي البرنامج متاعي. انت هي متاع الاعلام. انا هي. وعلاش تجي حداك؟ تكلمي على المشاكل اللي عندك، تعبري على احتياجاتكم، قولي اللي تحبي. نقول اللي نحب اللي نحب كل هاي اللي تحب. نتكلم من غير حدو. هي مع شرط بدون ذكر اسامي. وين قلت لي سامحني؟ تعرف زوالة في الراديو. عيد حب تكلم في الراديو ولا في التلفزه مع روزا صاو مع عيد حب راد هاي عيد هز هنوعدك ما نجبد لك حتى اسم. هيك. شنو عندك مشكله مع ذوي الاحتياجات الخاصه؟ ما يعبروش ما يتكلموش بشوش تلافس بي. لا 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 ما عنديش مشكله. هاي نصحاي عيده حتى يكلموك فريق البرنامج ينسقوا معاك. قالت لك تو يكلموك البرنامج نتاعها ينسقوا معاك باش تتكلم في التلفزه. هي ما جيبوا مترجم بعمل لغه الاشارات، ما كنتوا تعملوها قبل طولت صعيبه. والله ما كاركش يا نسيم ما كارك مشيت. شنيا يا عادش بيه ما تقولش لسام اعلمت لك من انفالك. هاي هاي ما مسؤول على الاعلام تهلك تو معنا. هاي بابو اهلا منتصر. يا يعطيك الصحة. أما شناهو هذا؟ ما راني شي ما فهمتوش هذا خي بيتبانو هذي هذي مدرسة راني قتلك. شجرة باهي ما فقتش باهي سخيلة بانو باهي. وهذي شناهي منا ساعة عملتها لي صغير هذي بيت زايدة. باهي باهي تو يعملوها بيت فيران. شوي بالله لا تغزش بالله بشوي باهي وما تقايداش مزيرة واسم مش أول مرة راه. هاي ندبر في راسي يدي قطعوني الخدامة هرب بيا يبنيو ديجا اكزيكسيون خلوني حاضر بلونتك. باهي باهي اسمعني ما راهو شوية الأقسام راهو تنجمش تزيدني عايش خويا حاجته ب 43 قسم منتصر. ايش العافية
جابك عينك على كتافك. مانيش عارف علاش استدعاني. راجل مهم واصل. ها؟ طبي راجل. يحكم في جهة كاملة. خير. السلام عليكم. السلام عليكم. وين ماشيين؟ محسن الورال. وين ماشي؟ لا ما فماش تقول. سي الدكتور. محسن الورال. مرحبا. خليني نكمل مع جماعة ومن بعد نتلهى بيك عاش ولدي. بلا مشي اقعد غادي. سمعت وش قال لك؟ يبرا اقعد غادي. اقعد اقعد اقعد. مرحبا بيكم في مجلس العادة. اليوم ما عينيش باش نحكي برشا. قاعدة كلها ناس كبري. قلت لك راهو يحكم فيها. تعرف هذوكم شكون؟ هذوكم زوز توام. الاخر خوهم الكبير. صيادة يحكم في البحر. مبير حلال فيه. هذاك ولد الفلاح. ناس يقولوا ورث بوه. ناس يقولوا هو اللي قتل. ايوه هاي فلاح كبير هذاك اللي مسدي نعرفك نطريق بيه. اوتو كابري زيد. تضحك جوك نختم معاي العيفة نوريك لورا الشي نجم يعمل. حبيت نطوقكم زيت منضوح زيت السنة هذه أول عصر واللي تراو فيه على الطاولة كله منتوج سنين. هيا مدوا يديكم بركة كولوا كولوا. جيتي سور بالله عرفت شكرش بنادم اش تعبي واش تهز. هاي سيدي بالمناسبة هذه ساعة نهز وطوست وعندي لكم خبر مزين برشا. عندكم جمعتين الطريق مفتوحة. هاي في صحتكم. هكا بعد التعب لازم واحد يشد بلاصتا ويركش. خمايس شي با يا اخي وين هو عبد الله وولده؟ لو خرج هو يا قال باش يهز يستريح. اخي ما هو سايبه وحده لازم يمشي معاه. من ندري عليه انا با. الا واش بيكم تتكرموا؟ اش فيها خرجت تسرح في سويقاتي وطفل يخاف من الكلاب خرجت نونس فيه. ما وخليه على الاقل يولي راجل. تو يكبر يولي راجل وما عادش يخاف من الظلام. هيا اركض اركض. دبتي غادي جاي. دبتي عشوائي. يا عبد الله. تعال صبي راقد غادي. يا وتم فرش هنا يا ابو فادي. دبر فيا قدور. نحب نرقد هنا محظى ولدي نحظنا وندفيه تلهى في ذناك الحارب. خمايس يا خما تيقو تيطور طور دفي الضو. خلينا نرقد. باهي يا ربي. تصبوا على خير. كملي اقعد استناني. سيدي مرحبا.
ايجي انت ايجي. تشرفين سيد دكتور. مرحبا. وش انت نسيب عثمان؟ محسن لوريل. شنو احوالكم وشنو احوال الرقوش؟ كيما تعرف موجونة من كل صوب. يعرفها هاي. سموها بلاد الفرصة الثانية. ولا تولي هي بأمور رقوج الكل. وحبيت نحكي معك في مشاريع كان نجم ونمشي فيها مع بعضنا. لقيت حاجة نهار النظامة. ما فهمتكش. فما حد جاب لك حاجة هالأيامات؟ فما حد جاب لي حاجة هالأيامات. يا وينها؟ لا ما في بليش. مو جيبها ورجع لي غدو. كيما الوقت هذا نجي وحدي؟ خاطر ما قاليش على الوقت. نجي وحدي؟ ليلتكم زينة. لايف عمر. يا عمر يا عمر تكلم فيك. ليش البالة مش عاملينها للحفرة؟ فما بيوش نحفروا بيه يهديك. ما لقيتش بيوش نحفر بيدي. ما لقيتش بيوش مش لازم تحفر. برا فوتني على الصباح برا. وهذه ثاني بالة تكسرها اليوم. شبيك انت خشد الحساب ولا شبيك؟ مش نشادوا الحساب. يجي يوسف يلقى شطر المعونة مكسر يما يجي في وجوهنا. وتطلع انت بو جادي. على شكون بو جادي انت بير؟ حتك محامي انت يوسف؟ وش بيك عمر؟ وش بيك تتسفع معي؟ شكون بوجد؟ تنكسر ليك وجهك على الصباح، بري مش بعدني على الصباح. بدرو كما تشجع بدرني اللي معاك. بس شوي. تو كلك فاهم واحد. جاي معاك. انا بجوعك انت. استنى. سيب هاي سيب بري. زود صبحت ولي كسرادك على الصباح. ها؟ تضحك انت تبين لي في سنيك تتعركولي. انا الشاف اللي انا اللي عنده حاجه يجي يقول لي والله الواحد تو يلم الدبش نتاعو ويهز الهاشه ولده خميس ويروح. هاي شايش روحك؟ هاي يا سيدي كل واحد يمشي يشد خدمه. اخدم على روحك انت. وشي با عيط لي؟ من هو اللي عيط لك انت؟ انت تو كنت تقول خميس. تبر امشي اخدم على روحك. تبر قيني تبر. شي عملت با؟ تيت نهار كامل وانت شاد البوترابل نتاعك وتصور بيه روحك. با راهي فيها فلوس با. ما عادش عيط لي با. ما عادش عيط لي با. نعيط لك امها ماله؟ وشي؟ هنا وليت امك. برا. تشيب با شو برا خين؟ برا. تبي تضرب فيا ايش عملت؟ برا ايش عملت؟ برا امشي اخدم على روحك. برا. هيا سيدي اخدم على روحك انت ايش بيك تخزرني؟ ما شاء الله خدمة برشا ومسؤوليات متعددة. إن شاء الله نكونوا ديما عند حسن الظن. هي ما ماك تعرف الناس الناجحة عينين عليها برشا ما يخلوهاش في راحة. والجاية هذه واش؟ مجاملة ولا حاسك ثم حاجة تحبي تقوليها لي؟ أنا مهمتي ننقل حديث الشارع للإعلام والشارع يتحدث ياسر. الشارع ما يعرف كان يتحدث. فما بعض التشكيات من بعض المواطنين اتهامات فساد يحبوا يذكرك بالاسم. يكفي بالعكس العباد هي اللي تلوج عليه الفساد بيديها وساقه. والله كي يبدأ الفساد في جحر لفعة يحفروا عليه ويخرجوه ويستنفعوا به. أنا ما وافقتش وتسترت. إن شاء الله بركة ما تعدليش مشارك. وزيد من شيرة قلت هيك مزية ومن شيرة أخرى ما عنديش الأدلة الكافية. وأنا صحفية بروفيسيونيل ما نعملش الشيء هذا. لا نعرف ما مشكلة. أنا التلفزة عندي مكسرة الفوق يجا مش نتفرج عليك. لا لا ما تقوليش قلت إمكانيات. يعد أناك الإعلام يجيني حتى للبيرو وعلاش نتفرج فيه؟ ما لا عندي لك سكوب. تم. انت تعرف انه الشريف باش يحال على التقاعد عن قريب. في بالي. اما ما تعرفش شكون اللي باش يحل مكانه. سمعت تراتش حديث
أما أنت هذا ما غيب عليك شيء. أكيد. منورين. كل اللي نجم نقوله لك إنه الوضع باش يتغير. نحن عادة كل عامين ثلاثة الوضع يتغير، هذه مش حاجة جديدة. استنست. شرط قد روحك. يعني ما تحكيش علي أنا. شبيكم ناسيني ناف الإعلام والتلفزة بتاعكم. احكي علي. إحنا نحكي عن ناس تخدم على الروح. الورال اللي يخدم على الروح. يخدم ياسر على الروح الورال. هذاك علاش ديما تعيطوا لي. تعرفيش كيفاش؟ ولا ما تعمليش هكا حلقة على الخيانة الزوجية. حاجة هكا من وحي الواقع. محبوبة صباح على خير. على خير. نسين. صباح على خير حكينا. على خير يا فرحة. على خير. نعم. آه فرحة. وين؟ هاي اطلع اطلع. روح هاي. خلي عليك. خلي عليك. اطلع من تالي. أنت من تالي يا زداس. عندك أنبوب طافي يا راس. تحرقت لك أنا يعني. لا حياتي كلها محروقة. سكر الباب أبغل. اسميك. أميلي. صلي على النبي أميلي. نزلتوا سهرين؟ ما وردوا بكري باش نزلوا بكري، لعبة تمشي للشرط الخمسة بتاع الصباح، وتوما اللي مشيتوا الثمانية مو لاباس. يا نزيد شوية نرقدوهم. باهي، حكيتوا سنيكم. حاكين. وطرافكم نظفتوهم. نظفتوهم. وبدلتوا. بدلنا أمي، بدلنا مشنا صغار، كل مرة تسالين. مالك ما كنتش صغار، شمروا على ذراعاتكم، وتوما مش معلول ولا بيلتوا. الواحد فيكم يسقف معصرة، وبرزوا تتحيد. معامل أخوكم وهزوا معاه الحمل. أمي ما نبوي سامحين تو أنت كنا بطالة جلجامين مشينا نخدموا زادة جلجامين عليه مانيش قالي جلجامين قعدتكم في الدار بدي ما أنا نخدمه تو أمي ما نبوي يقولك حاجة بري أمي يا خلو بصحك سعيد سبحة الأخير سعيد على خير سيسي راحك بحال أخير ليلتك سعيدة ليلتك سعيدة لا يا خدمش الجواب بس خمسة بتاع الصباح وقت تحبي المهم خلينا تو بري سبحة الأخير برقد بكري فرحات نقوم الصباح أنت تحكي على قومين الصباح ما تشتت ياش عاد مش خير فرحان فرحان اه مرقد مرقد عندي شويه كتيبه نحب نكتب نكره تركوش فرحان تحب نخرج منها اوه ما تعبش منها الكاسات هذي عمر وخاي الناس كل كرهتها رجوز وتحب تخرج منها اما كل واحد عنده حلمك يحب يعيش يحب ينجح فيها انت شنو حلمتك المزيكا توريت واحد انت قدروه بفنه في رجوز فهم حد ما ريتش اما انا باش نوصل ربي ينجحك اخويا يرحم والديك خلينا تو بارس بحال الخير بحال الخير ماجي وانا مياني فين داجي وزين وانا جاجي رجوج نحب بكل ما عندي جواجي تو فما واحد يحب رجوج بمخك انت يرقد فرحات ترقد وطفي الضو خلينا اخويا خلينا نكتبوا زوز اسره ونرقدوا عليك ساترين فرحات تعزم علينا ليله كامله ورقه طفي الذوق والله مررت لي القعده قسما بالله مررت لي حار اخي بيجوز مهزله وكسوس الجزله وجيت مفشله وانت ايش خلص البلد وديك ورقه حار اخي نحو فلوس الدواء والماكينه محبوب محبوب مازلت باش تاخذ نوار للتيجان نتاعك ولا قداش نحيل توا هو قداش عمره زعما 40 واحد قاري هندسه وتخرج ومشيخت قداش عمره 60 باهي مش ما فيه كبير ولا صغير بنت كبير زعما باهي باهي احسن واحد بالحق والله حتى انا حسيت كبير وهكا هكا فيه ناس يجوا ويشروا وقلت لي هنا نبيعوه برخيص حتى شيء ذاك اللي خدي غالي 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 على الاخر شنو تحكي نسيم على السلعه نتاعنا ما في المعرض نتاع العاصمه هدا نمشوا نسيم من المعرض
وتو نبيعوا هالسلعه وتو نعملوا اللي تحب عليه. زعما محبوبه مش خاصك على روحك. انا احكي لك على حاجه اخرى. شنو هكا؟ واحد عجبني. شكون هذا؟ خمم. نصدم. تصدم؟ نصدم عليه يعني. علاش عملك؟ نصدم عليه نحكي معاه يعني. تصدم عليه؟ وشكون هو؟ كواحد هكا اول مره هكا نحس اللي اول مره نحس الاحساس هذايا نتاع هما يحكوا يقولوا الناس راهم فراشات في المعده ولا حاجه. ما نحنا ما نحسهاش فراشات، نحس في حاجه اخرى هكا تنين ولا ما فهمتهاش، حاجه في المعده هكا وتبهذيله تبهذيله. هاكا عندنا كنت دويه معده في الكوزين. شي ينسيمه وك النكته ينسيمه اللي تحت عين هبل. شكون؟ يوسف البني. ماهوش بني يا نسيمه، مهندس. اي مال يبني في المرم. مهندس. اي بني مهندس وعنده بستخاره تحت عين. راح قلت لي على قلبي وشوي. اول مره نحس الاحساس هذايا والله. ما نحبش روحي، نحبش روحك انت هك يا محبوب. هنا مش اول مره بنسمع الكلام هذايا، هو بالذات من عندك انت. الجمعه اللي فاتت سمعت وهو بيدو ارز ارز. اما لا لا، هذه حاجه اخرى، حاجه قويه ذي والله. مزعزع مزعزع من داخل. مزعزع انت تو؟ مزعزع. اي اصفن. شنو يا نسيمة، عمرك ما حسيت هكا بالحب هكا والحبك اللي بهذلك العنيف هذاك اللي تماشي ومكش فاهمه وجهك مقفاك ويمنك من يسارك هكا وبدا قلبك يعمل زد دف 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 دف؟ اش بيني ما حسيتش؟ حسيت. ممكن الناس الكل اللي في عمري ونديت طلع انا كيفاه اش حسيت؟ قلبك عمل زد دف هكا؟ اي هكا اللي قلتهم الكل، دوك فراشات ونمال واللي دغدغ الكل اللي خنفوس الكل وذك اللي قلت دم دك دك دم دم دك. اي 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 تقول خيم وتجري هكا دي حفله مهرجان. اما اكثر هكا احساس طاغي تحسه هكا على بدنك ومخك هكا و البهامه والله تولي بهيمه. اسمع انا هي الغلطه يا نسيم، انا نحكي لك على مشاعر واحاسيس وعمق وانت تقول لي بهامه. انا نوقف فيك وانت خلقي مش ناقصه راه على خير. تعرف الأزهر، الحمد لله ربي يعطيني الزين، لم كنت شبوبية مشي أقوى حاجة عندي، كان خرج الموسيقى اللي في جواجهي، ما تشبح بنات رجوج كلها جرتي. لا فنان الأزهر، لا فنان، فنان ونعرف نهدر وندوي مع البنويت. هزينها بالقاسم نهدر، هزينها. ناس مي بيدرو، مش لي بالقاسم. باهي، يعطينا حس. تحب الحس؟ هاي. وأنا كمبروك نشبح فيه، مبروك. تعال اسمع فيا، تعال اعطينا اعطينا التمبو يلا. اجري اجري العب يا يوسف، اجري اصف خي. شقيل وينهم الاخرين؟ اما الاخرين الباقي فهمتش ذي ما تلقاش وحده. البلاصه اللي لقيتها فيها تلقى 30 اخوات نلقو نجم تجيبهم. اي نجم. حاجه اخرى ما نحب حد يعرف.
وما يعرف حد. بلا نايكش عرفت. نحسب موضوع وتسكر. نعمل عليك. هاي. هذي ولا متاع الجايين؟ هذا متاع ايدي وعربون للجايين. متفهمين؟ هاي برخت مع روحك. راجل يفهم. عينكم علي. اجري اجري برك اجري اجري اجري. عايش خويا راني بو صغار ويتيم وامي فرا كبيره ميته. عايش خويا ارحم والديك. عايش خويا راني ارحم والديك. ما عندي حد راني. يا سمحة في خواتك. هاي قوم 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 قوم. هاي 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 يا لطيف. هاوعوك فيها باي الليل. انا مروح.